اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور ممكن حضرتك تعرفنا نفسك؟ انا دكتور علاء سليم استشاري امراض القلب اللا تداخليه اللي المقصود بيها اللي هي الايكو والاشياء البعيده عن القسطره، اعمل في المملكه العربيه السعوديه. دكتور كنا عايزين نعرف دور الايكو في تشخيص الحاله. طبعا لما نتكلم على كلمه الايكو المقصود بيها الموجات الصوتيه. طبعا التقنيه بتستعمل في تشخيص امراض كثيره وليست امراض القلب فقط، زي الناس كلها تعرف ان مثلا بيقول بيعمل موجات صوتيه على البطن عشان يشوف لو في مشاكل ولا حاجه في الطحال في الكبد الكلام ده كله، نفس الشيء بالنسبه للقلب. بس الايكو بالنسبه للقلب اللي هو الموجات الصوتيه بتاعت القلب دي بقى دايناميك بنسميها، يعني متحركه، اشياء متحركه، بيشوف حركه القلب بيحدد بيها الكفاءه بتاعت عضله القلب، بيحدد بيها اذا كان في اي خلل في الصمامات من تضيق في الصمام او ارتجاع في الصمامات، بيحدد بيها وجود اي عيوب خلقيه الموجوده في القلب سواء كان موجود بيها المريض او كده، زي مثلا وجود ثقب ما بين الاذين الايمن والاذين الايسر، واشياء ثانيه كثيره، عيوب خلقيه سواء كانت في صمامات الاورطه او في الصمام الثنائي، الكلام ده كله، كل ده بيبقى التشخيص العادي بتاع الايكو بالنسبه للحاجات العاديه. الايكو بقى ليه دور مهم جدا اللي هو بنتكلم احنا على النوع اللي هو بنسميه الترانس ثوراسيك اللي هو بيتعمل على الصادق من بره، بنجيب البروب نفسه بيتحط من بره. ليه اهميه كبيره جدا بالنسبه لتشخيص الحاجات الحرجه، لما المريض بيروح على الطوارئ مثلا يبقى عنده طرشة نفس او مش قادر يتحرك او في مشاكل او كحه او كده، بيتحط الايكو بيتشاف بيها اذا كان في تجمع ميه حوالين القلب، دي حاجه اسمها ريكاردا ديفوجن، ساعات بيبقى تجمع ميه بنسبه كبيره بتؤدي الى خلل في الحركه بتاعت عضله القلب وتؤدي للمريض بيتعب ما بيقدرش ياخد نفسه وكده. فدي من ضمن الاشياء، ساعات بيبقى في نوع من انسلاخ في الجرار بتاع الصمام بتاع الشرايين الاول، وده خطير جدا ومميت، يتم تشخيصها فورا بالايكو اللي هو العادي في اثناء وجود الطوارئ. دي ده الايكو او ده الايكو العادي. في انواع ثانيه من الايكو متطوره اكتر اللي هو زي المنظار، الايكو عن طريق المنظار. الفكره من بتاعت الايكو عن طريق المنظار ان بنحط زي بالظبط منظار المعده، بنجيب البروب اللي هو المنظار نفسه وبنحطه في فم العيان. الغرض منه ازاي؟ طب ازاي احطه في بق العيان وانا هصور القلب؟ الفكره كلها ان بيعدي عن طريق المريء، المريء ده هو اقرب شيء للقلب. فلما بنوصل للمريء يبقى معناه احنا موجهين تماما للقلب، فبالتالي نقدر نصور القلب بالكامل بصور واضحه جدا ونشوف حاجه اشياء ادق ما كناش نقدر نشوفها بالتصوير العادي عن طريق الصدر. التصوير الصدري ساعات حضرتك في معروفه طبعا ان يبقى في سيدات مكان شويه جسمهم تخين شويه بيبقى في صعوبه ان احنا نعمل لهم بالطريقه دي. في بعض الناس عندهم بعض اعوجاج او اشياء في قفص الصدر فيبقى في صعوبه ان احنا نعمل بالتصوير بالليل خارج، فيبقى بالنسبه لهم المنظار هيبقى ادق واسهل. نفس المنظار ده حضرتك بنستعمله في العمليات مع المريض، ما ياخدش عمليه علشان هيعمل اي شيء في القلب، برضه عن طريق المنظار ده بنحدد للجراح الاماكن اللي ممكن هيشتغل عليها ايه في القلب، وبعد ما بيخلص الجراح بنعمل تقييم للشغل بتاعه قبل ما يقفل، لازم يتاكد ان مفيش ارتجاع، مفيش اي مشكله موجوده. نعم؟ نتاكد من سلامه العمليه ووجود الاشياء موجوده. في تقنيات طبعا حديثه زي ما قلنا زي اللي هو الايكو ثلاثي الابعاد، ده بيدي صوره كامله للقلب كاني من الناحيه التشريحيه. بيشيلي ثلاثي الابعاد يعني كانك ماسكاه في ايديكي، بيبقى دي صوره كامله للقلب علشان اذا كان في عيوب او كان في تضخم او اي شيء. فهي دي التقنيات الموجوده وهي دي الاشياء بيحتاجها طبعا المريض، اي مريض بتاع قلب لابد انه الشيء البسيط اللي اتعمل هو موضوع الايكو. ميرسي جدا يا دكتور، سعيدنا جدا بوجودك معانا. الله يخليك.